ورجعنا لكم الفاصل ومشرفني منورني دلوقتي في مطبخ المشاهدين بقى. هي بعتت لي على الفيسبوك فكان شرف ليا اللي هي تبقى موجوده معايا في شارع النهار. روضه محمد، ازيك روضه؟ ازيك، اخبارك ايه؟ تمام. روضه الحمد لله. بعتت لي صور رهيبه لعصاير. انا اول ما شفتها قلت بقى لازم بقى تشرفيني. لازم نعمل. ايه اللي انت كنت بعته لي؟ هنعمل كده شويه حاجات خفيفه كده. لا، ايه اللي انت كنت بعته لي اصلا؟ انا كنت بعته الجرانولا بار وبارفيه. ايوه، هي دي اللي كان شكلها حلو. هو الاكل ده بيناسب الاطفال شويه. حلو قوي يا روضه. يعني في مسكر شويه وشويه اسيوي فحلو للاطفال. يلا بينا. ايه اول حاجه هتعمليها يا روضه؟ هنعمل اول حاجه هنعمل صدور الفراخ. اوكي. وهنحط معاها هنتبلها الاول. ايوه. ولا اقول المقادير كلها؟ لا قولي. طيب اوكي، هنعمل صدور الفراخ بالاناناس. ايوه. والفلفل الالوان وطماطم شيري. أيوة. ومعانا شويه ليمون صغيرين وشويه زبده وبابريكا وبصل باودر. اوكي، دي هنعملها بالاناناس. نبتدي اول حاجه نتبل. ها اوكي، ممكن بس اقطع. طب انت ايه اللي خلاكي تحبي المطبخ قوي كده؟ يعني ايه اللي خلاكي تحبي المطبخ؟ انا عايزه، انتوا طبعا شايفين قد ايه الالوان شكلها رهيب قدامنا. هو انا هاويه بقى، هاويه المطبخ جدا. طب ايه اكتر حاجه عايزه؟ ايه قولي. عايزه احط ده هناك. ممكن هاتي خليك انت. خليك انا مساعد بتاعك بس من غير ما تذبحيني بالسكينه دي. ها، بتحبي المطبخ، وايه اكتر حاجه جوزك بيحبها في المطبخ؟ الاكل كله. كل حاجه؟ أوه. لا ده انت قويه بقى. طب الحلو ولا الحادق؟ لا هو ده وده بصراحه. طب انت دلوقتي بتقطعي ال بقطع صدور الفراخ. أوكي. عشان هتبلها تتبيله سريعه كده. اوكي اوكي، هنحط شويه ليمون صغيرين. ايوه، ممكن معلقه صغيره. ايوه. ها أوكي. بس انت بتعملي فراخ بالاناناس؟ طب حلو. حلو قوي. هتطلع بقى حلوه ولا ايه؟ جدا هتعجبك ان شاء الله. وانت بتحبي شوي الحادق ولا الحلو؟ لا انا بحب الحادق، انا مش اكيد حلو قوي، مع ان انا بعمل حلو حلو جدا. طب انت لابسه جوانتي ليه لما انت تعمليها بالمعلقه؟ احنا هنقلبه. يلا قلبي بايدك. هنقلب. ماشي اوكي اهو. لا عيشي حياتك كانك في مطبخك عادي جدا. ماشي اوكي. انت ده حطيتي ايه بقى؟ حطيت ملح وفلفل وبابريكا. اوكي. وشويه بصل باودر. اوكي. وحطيت شويه ليمون صغيرين جدا. ها؟ دي بس كده اللي هي التتبيله بتاعت الفراخ. اوكي حلو قوي قوي. ها. هنحط بقى على شويه زيت. شويه زيت صغيرين كده قبل ما انا ما ايه احطهم بالشيش. طب انت بقى بتحلوي الحلو ولا الحادق؟ لا انا بحب قولي لي بس كده ولا لا؟ ايه روضه؟ اوكي كده عشان يدي لون حلو. ازود تاني ولا لا؟ لا لا كويسين قوي كده. كده كويس. يبقى تقريبا يا جماعه معلقه زيت. اوكي، وهي حطت وهي اهي. الله، انت بتعملي دلوقتي شيش، هو باين للناس. بص بقى انا عامله الفلفل مقطعه. لا استني بس، انت وري للناس. ده انت عامله دلع. استني هاتي. جدا. بصوا يا جماعه، عامله الفلفل الاصفر ورد بشكل او ورد. عملتيها ازاي دي؟ قطعتها بقطعه. انت كده خلاص؟ اوكي، انا دقيقه واحده بس. اوكي طيب، يبقى هقول تاني. هي عملت صدور فراخ بالاناناس مكعبات، وبعد كده قامت حاطه البابريكا. صح. بابريكا وملح وفلفل وشويه ليمون صغيرين. وشوية مش كتير بس، عشان بس إيه؟ لسه الاناناس احنا لسه ما جبناش. ده انت حطيتي في النص. حطيت. اوكي طب قولي للناس. ما احنا اهو حطينا الاناناس. انت اعملي واحده كامله وانا هعمل واحده كامله. اوكي تمام قوي. طب ما انا اعمل معاكي وانا اللي موقفني بقى. ماشي خلاص. يعني انا دلوقتي احط، ادخلي كده شمال شويه. اوكي اهو بس كده. يلا، يبقى احنا كده حطينا الفراخ وفلفل احمر والشاري توميتو والفلفل الاخضر فلفل اصفر اناناس. وارجع تاني. اعيد تاني بالظبط كده. حلو قوي. طب حطي البتاع كل ما يكون ملونه كل ما تكون احلى. البتاع مش محطوطه على النار يا روضه؟ والله لا، هي يعني متهيألي النار اللي قدام. لا اللي ورا. تمام قوي. كده هتشتغل. هي عشان كانت سخنه فانا هديتها شويه. اوكي، فين الفلفل؟ وعامله على شكل قلب برضه. ده انت عاملاها بالقطاعه. ما هو بقى الاطفال هياكلوا ايه؟ صح. غير الاكلات دي. لا بالعين كمان. بنشجعهم بقى. بالعين بياكلوا الحاجات دي كلها، بيبقى شكلها حلو كده. قوي. اوكي اهو. دي خلاص كده. وبعد كده هنجيب الاخضر. اهي كده تمام. عاملينها انت. اعملي وانا هعمل، مش مشكله. انا خلاص. وبعد كده انا سايق. بتنهي بالاناناس ولا بالفراخ؟ اي حاجه. اوكي اي حاجه حتى الاناناس كده. يعني هي نشكل شكلها بس. شكلها حلو قوي اهي. اوكي اهي كده. وهزود برضو حاجه كده لونها اصفر. تمام. دي اسمها فراخ شيش طاووق اناناس. شيش طاووق بالاناناس. حلو قوي. هو ده اكل اسيوي شويه، يبقى مسكر شويه. حلو قوي.
طيب. خلاص احنا كده ايه دي كده اوكي خلاص قوي. احنا كده تمام ده كده لحد ما ايه ما يستوي. اه ممكن بقى احط مكعب زبده بس ايه لما النار تهدى شويه عشان ما يتحرقش معانا. ماشي اوكي اقلل بس كده تمام بس. ايه بقى تاني هتعمليه لحد ما دي تعمل؟ اوكي احنا ممكن بس انا هظبط لك الدنيا وانت قولي لي. تاني حاجه هعمل دبابيس الفراخ بالعسل. بالايه؟ بالعسل. بالعسل؟ اه ده هيبقى حاجه جديده خالص جدا. ها اوكي يمكن اجيب دبابيس الفراخ بالعسل. اه طب ودي ايه دي حلو ولا ايه دي يا روضه؟ بص انت هتدوق ماشي وتقول لي في الاخر. يلا بينا. ماشي اوكي مش محتاجه ادوق كده خلاص. ده محتاج يتقلب ولا ملعقه فيه؟ دقيقه واحده. ماشي اول ما يبتدي لونه خلاص خدي بالك النار عندنا حامي. طيب يلا قولي انت للناس وانا اوكي هنحط شويه عسل على دبابيس الفراخ. اوكي الريحه تحفه يا روضه. اه طب انت بتحبي الحادق ولا الحلو؟ لا لا انا بحب الحاجه الحادقه شويه. الحادقه مش بحب المسكر قوي. بصوا يا جماعه وهحط شويه بنجر عليها. وهنحط شويه صويا. يبقى انت حطيتي فراخ دبابيس. اه وبنجر. اه وصويا وشويه صويا وكان لونها حاجه في الاول وعسل. اه وشويه عسل تحفه لونها تحفه. وشويه روز ميري صغيرين. انا مش بحاول ازود التوابل قوي عشان ايه ده للاطفال. ها فخلينا قليل شويه. روضه انت عندك صفحه على الانستجرام او الفيسبوك؟ اه انا عندي على الفيسبوك بس انا بشتغل بالكيك في الكيك بس. اه طب ايه الصفحه بتاعتك بتاعت الكيك؟ توب كيك 6 اكتوبر. توب كيك 6 اكتوبر. حلو قوي. انت ساكنه بقى 6 اكتوبر؟ وحطينا هنا شويه سمسم. حلو. اوكي بس هنحط بقى شويه زيت هنا صغيرين. حالا ودي خلاص كده يعني هي مش بتاخد دقيقه بالظبط ولونها بص تحفه. بنجر بقى عامل لون احمر مع العسل. بصوا يا جماعه طب كملي كملي. اوكي خلاص كملي. لا لا انا اسف كملي. ماشي قولي قولي تاني. حطيت بنجر. ها وحطيت عسل. وشوية صويا وروز ماري. وشوية ملح. أنا نسيت الملح. ممكن حطي ملح فلفل يعني قليل قوي مش بحاول أزود توابل قوي. تمام تحفة. ده أكيد أساسي. دي لونها بقى. بصوا يا جماعة كمان تحفة ازاي. تحفة. وهي لازم النار تبقى سخنه ولا احنا معلينها قوي؟ لازم تبقى سخنه شويه. حلو قوي قوي يا روضه. تمام كده. لعي بقى الجلوف دي. لا لا الاكل شكله يا جماعه رهيب. انا مبسوط جدا. عايزه اقول لك مش انا عماله استعجلك بس انا مبسوط. اهو دي بس عايز اعملها كده. وبعد كده بيفضل قد ايه؟ يعني الحاجات دي ما بتاخدش يعني لو احنا طبلنا قبلها بساعتين او حاجه الحاجه مش هتاخد وقت على النار خالص. حلو قوي قوي خالص. اوكي ودي كده خلاص الفراخ كده هنسيبها شويه. بالظبط كده. بس بصي انا خايف تتحرق. بصي عامله ازاي. لا لونها حلو. نبتدي بقى نوطي عليها شويه لو هي ايه لك عليها. خدت تشويحه الاول. اوكي تمام اهي. طيب اهو بصوا يا جماعه شكلها. بس انا عايز ارجع ورا شويه علشان ايه. ممكن نوطيها شويه. استنى قولي بقى للناس الثانيه. اوكي هنبتدي بقى وبرده الزبده هنحط ايه في الاخر شويه عشان ما تتحرقش. بس العسل ده مش هيتجزع يا لا 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 خالص خالص. اوكي طب كملي. على فكره هو الاكل الاسيوي اصلا بيبقى مسكر سويت اند ساور. حلو شويه. حلو حلو وحادق. تمام ها فبيبقى حلو قوي. احنا نفسنا بقينا بناكله. أوكي. مش الاطفال بس. اوكي الحاجات دي كده انا ايه مش محتاجه. انت دلوقتي بقى هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل سلطه التفاح. سلطه التفاح؟ دي حلوه قوي. طب ما تيجي نفكر الناس بشيش طاووق. يلا كده تمام خلص ولا لسه؟ ده كده خلاص. ده كده خلاص. هو لو متبل حلو قوي خلاص واخد لون حلو قوي. دي بس قدامنا دقيقه بس. ماشي تمام لفتي. اوكي وانا برضو عايزه اقلب. ابدأ انت ما كأن ممكن أنا... اعمل سلطه التفاح. سلطه التفاح بقى. ها تمام. هنحط كابوتشا وشويه بقدونس صغيرين. ها وهنحط طماطم شيري. ايوه التفاح بقى حلو قوي في السلطه دي يعني هو ايه البطل في السلطه دي. حلوه قوي. وهنحط شويه ذره حلوه. شويه خيار
مش كتير. انت بتحطي الحاجات العاديه بس عشان الاطفال يحبوها. الوان كتيره قوي. التفاح هي التفاح كمان فيها حلو قوي يا جماعه، الاكل ريحته رائعه. وشويه جزر صغيرين، ويا ريت كل حاجه تكون متقطعه بشكل اوكي، يعني مش كله نفس الشكل عشان يبقى شكلها حلو في الاخر. وهنحط عليها شويه كمان ايه اسمه ايه ده، انا نسيت اسمه ايه. رمان. لا هي بس انا بس البنجر بقى هنحطه على الوش بس، عشان انا مش عايزه السلطه كلها لونها يلون. اوكي هنحطه على الوش بس. بصي يا روضه البتاع حلو قوي كده. خلاص بصوا يا جماعه، لا قبل ما اشيل عايز الناس تشوف دي. خلاص كده يلا بصوا شكلها رهيب. ده من ايه بقى يا جماعه؟ ده من العسل. وقلتي حطيتي ايه؟ انا هقدمه هنا، حطيت عسل وروزماري وملح وفلفل والصويا صوص ومعلقه بنجر مبشور. ما هو البنجر ده هو اللي يدي اللون التحفه. بصوا بقى البنجر والصويا. بصوا ده اهو. طيب انا هقدم ال اهو، بصوا شكله رهيب تحفه. التقديم احنا هنقدمه لا تقلقي. اوكي الدريسنج بتاع السلطه هجيب معلقه زبادي وعليها شويه ليمون صغيرين قوي. انت هنا عايزه تقدمي ايه؟ الشيش. طيب اعمل انا واساعد انا واحط. اوكي يا ريت. هنا الشيش وهنا الايه. طيب انت قولي للناس. سيبك انا تمام كده. لا ده انت مدلعانه قوي يا روضه. لا وبعدين روضه النهارده عملت تحدي، قالت مالكوش دعوه انا هخلص لكم كل الحاجات اللي قدامكم دي. وشويه زيت زيتون وملح قليل على السلطه بس مش كتير، عشان بس يعني يكسر لي الطعم شويه. ده الدريسنج بتاع السلطه بتاعتي اللي هي بتاعت التفاح. اوكي اللي هي فيها ايه انت قلتي للناس؟ تفاح ورمان ها وخيار وجزر وطماطم. لا انا قصدي الدريسنج. الدريسنج بقى حطينا شويه زبادي معلقه ها، مش عايزين نغطي الطعم يعني. حطينا شويه زبادي. ايوه وحطينا شويه زيت زيتون. تمام كده انا كده اوكي. شويه زبادي وزيت زيتون وايه تاني؟ زبادي وزيت زيتون وشويه ليمون صغيرين وملح بس، من غير توابل ولا فلفل ولا اي حاجه. اوكي دي كده السلطه بتاعتي تحفه. الميزه ميزه روضه في المطبخ بتاعك بجد ان انت كل حاجتك الوان. وبجد الاطفال يحبوا الاكل ده قوي قوي. انت هتعملي حاجه تاني ولا ايه؟ انت جايه تدلعينا بقى. طبعا انا دلوقتي احنا كده معانا وقت، بحط الفراخ. انا شايفه ان الطبق ده حلو نقدم فيه اللي هو الخشب ده. ما هو ده اللي احنا هنقدم فيه. بصوا يا جماعه تمام قوي تحفة. كده اتفضل. ايوه استني يلا. طيب بصوا يا جماعه شكل الطبق يهبل تحفه. طيب انا عايزه طحفة. عايزه ايه؟ عايزه حاجه ايه اقلب فيها اللي هو الشوفان. عايزه حاجه تقلبي فيها حاجه كبيره؟ يعني وصل. ينفع خدي دي. اوكي تمام يلا بينا. حلو قوي دي. امسكي. لا انا هموت واكل. مش اسمها الجرانولا بارفي. تمام ممكن معلقه بعد اذنك. حاضر اتفضلي. بصوا الشاشه يا جماعه الالوان عامله ازاي، الالوان تحفه. الجرانولا بارفي هنحط شويه شوفان، يا ريت يكون محمص شويه في الفرن. احنا ممكن نحط على السلطه شويه. حاضر اوكي. ده انت بصوا بقى ده السلطه كده هنحط عليها شويه زبيب صغيرين. ده بنجر كده هنحطه على الوش. وروضه ومحمد بتقول لكم ما بتحبش تحط البنجر في الاول علشان ما يلونش كل السلطه تحفه. احط شويه لوز. طيب مش قادر يا روضه هموت واكل. هموت واكل. والرز بقى انت حطاه مع سويت كورن. سويت كورن. كملي انت كملي. احط شويه قرفه معاهم. ده اللي هو الجرانولا بارفي. جرانولا ايه؟ بارفي. اوكي مش فاهم يعني ايه بس ماشي اوكي. بص هو عباره عن زبادي وعليه شويه عسل. انا عايزك تكملي المكونات. ماشي هقول لك دلوقتي وانا برص في الكوبايه. يعني اجهز وارص في الكوبايه واقول لك. انت حطيتي زبده الفول السوداني مع الكورن فليكس. هنحط كله دلوقتي. اوكي انا بعشق الجرانولا انت عارفه كده، وهيلثي جدا وصحيه جدا. بس احنا عاملينها بقى برفيل مره دي معاها زبادي وعسل. حلوه قوي. وفواكه في الكوبايه. انا هاخد ده وانا ماشي. اوكي انا اصلا مش قادر هموت واكل. الحاجات اللي هي يلا بينا. هنا كورن فليكس شويه. احنا قدامنا وقت قد ايه يا جماعه بعد اذنكم؟ قدامنا دقيقه انت عارفه كده. دقيقه واحده. يس انا اقل من دقيقه اكون جاهزه. بس روضه تحفه.
ما تقلقيش انا مش هخليكي تنهي غير لما اجيبك جنبي هنا. اوكي حقك يعني. عايزه معلقه اصغر؟ اه ممكن يا ريت. بس طب اعملي واحده بس مش مشكله. ماشي هنعمل المعلقه. ممكن منزل. ها هنعمل ايه؟ هنحط الزبادي، هنحط الفاكهه بتاعتنا. دي الجرانولا اللي هي البارفين. انا اهو انا هعمل الطبق بتاعي لحد ما انت تجهزي. اهو انا هعمل طبقي دلوقتي. انا هتغدى معاكي. ماشي. السلام من اكل روضه محمد. انت قلتي اسمها ايه البيج؟ ايه توب كيك 6 اكتوبر. خدي بالك انت بتحطي الحاجه ما بتقوليش للناس. طيب انا هقول اهو. اه احنا هنحط، انا ممكن جلافز. اه طبعا واحد بس. انت عايزه تقلبي؟ اه انا عايزه اقلب اخر حاجه بس. طيب ممكن تحطي كل حاجه وبعد كده نبقى طيب. ولا انت كده خلصتي؟ انا خلاص انا بفنش تقريبا. طب انا عايزه ابهرك ان مفيش غير جوانتي واحد بس. اه انا عايزه واحد بس. فضل. انا مش عايزه غيره اصلا. انت دلوقتي حطيتي ايه؟ حطيتي الشوفان. شوفان، كورن فليكس. كورن فليكس ولوز. وشويه زبيب. وهنحط العجوه. دي عجوه. عجوه دي صحيه جدا. وحطيت زبده فول سوداني معاها كمان. واسمه ايه ده؟ هتعملي ايه في الموز؟ الموز هنحطه هنا مع بقيه الشرايح. طب ادي اهو الموز. لا يا جماعه انا مستمتع. طب ايه؟ يلا خلاص خلاص. اه خدي روح بس الحاجه وخلاص. اه اوكي. والزبيب اللي في ايدي ده انت حاططيه؟ حطيت زبيب طبعا. هايل. اوكي ممكن معلقه تاني. ها انا سايبك وعمال اكل. ها انت واخده بالك؟ براحتك خالص. البرفيه ده بقى طعمه لذيذ جدا. نحط هنا الاناناس. اه هو الموز فين؟ اه اهو انا عماله ادور عليه. اهو هتحطي عليه مليان فاكهه ومليان حاجات وزبادي. زبادي تحفه. والشوفان بقى كمان حطينا معاه الكورن فليكس. الولاد هيعجبهم جدا. طيب خلاص انا كده خلصت. انت عارفه اصلا لو الواحد اكل دي لوحدها مش هيعرف ياكل الاكل كله اللي انت عاملاه ده. اللي انت عاملاه بالظبط كده. هو ده احلى حاجه. يلا بينا. يلا بصوا 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 البتاع شكله عامل ازاي. انا مش عارف اعمل ايه. كل دول روضة محمد. لا قولي اسم البيج بتاعتك. توب كيكس 6 اكتوبر. توب كيكس. ده توب كيكس بقى ده تخيلوا بقى لو عملت لكم الحادق هتعمله لكم عامل ازاي. توب أنا هو توب فعلا. تعالي جنبي. اوكي. توب كيكس 6 اكتوبر او 6 اكتوبر. أوكي. انا دلوقتي حطيت اهو السلطه. اه هحط الجرانولا بارفيه. اوكي اوكي. الرز. ادي الرز. قدمنا الشيش مع الرز بال اهو والذره الحلوه. انا انت عارفه ان انا ممكن تحفة كمان. ممكن اقعد على حله الرز اكلها في قعده. والله والله العظيم. طب اللي معاه بقى دوره دي تحفه. طب استني اخد ايه؟ اخد واحده من دي مثلا. اه ممكن. بس دي هعرف اكلها دلوقتي. واللي هو ايه انت مدركه؟ طب يلا ما اعرفش يعني هاكل ده ازاي يعني. خليني مثلا اخد دي. كده هدوقها علشان روضه اهو. بس ممكن تفكري الناس وانا باكل. قولي انت عملتي ايه بسرعه. اوكي عملنا شيش الفراخ بالاناناس تحفه. وعملت الدبابيس. ده تحفه. ميرسي. ده هي لا. اوكي وعملت الدبابيس بالعسل وحطينا معلقه بنجر تدي اللون الحلو ده. اوكي وعملنا الجرانولا بارفين. هي الجرانولا اللي هي المفروض البار، بس احنا عملناها يعني سايبه شويه عشان تتحط في البار كده مع الزبادي بالعسل. وحطينا معاها فواكه وسلطه بقى التفاح بقى دي اللي ممكن تغطي على الاكل. سلطه التفاح فظيعه بقى. فظيعه. لا يا جماعه تحفه تحفه. عندك سكينه وراكي ولا اكل دي بعد الفاصل؟ اكلها بعد الفاصل. هتاكل كله بعد الفاصل. لا انا خلاص انا انت ما صدقتي خلاص هاكلها بعد الفاصل. روضه محمد عملت لنا حاجات. بصوا شكل الالوان اللي على ترابيزه شارع النهار عامله ازاي. يا رب تحفة. الالوان عجبتك. الالوان والطعم والشكل والسرعه. والتالنت بجد روضه انت شرف ليا في شارع النهار. شرفتيني ونورتيني في قنوات كتيره جدا في شارع النهار. على قناه النهار استنوني.